صباح الخير. صباح النور جدا. الاقي عندك اوضه فاضيه بليز. حضرتك حاجزه؟ لا. طب حضرتك معاكي حد؟ لا. مش مهم تحجزي يا فندم، استاذ حضرتك بس ممكن البطاقه بس اشوفها؟ لا. باسبور معانا؟ باسبور برضو لا. كارنيه النادي وانا همشي الدنيا. لا والله عليك. لا سكر بس. الحاجات دي كلها راحت فين يا ست بنات؟ نسيتهم في القاهره. طب اجيب لك حاجه تحلفي عليها ولا اعمل ايه؟ حضرتك يا صعبتيه عليا قوي. خلاص انا هشوف اوتيل تاني. باي. لا لا ثانيه يا فندم قبل باي وكده. لا ما ينفعش حضرتك برضو كيوت و... طب سؤال يا فندم. حضرتك معاكي سيم الجواز؟ لا انا اصلا مش متجوزه. دي احلى لا فيهم. نعم. قصدي يا فندم انا قعدت معايا واستشرتني، فقلت ازاي اسيب بني ادمه جميله زي حضرتك كده كيوت ساذجه رايحه اوتيل من غير اي تحقيق شخصيه وتلف بقى على الاوتيلات يقول لك معاكي تحقيق شخصيه؟ تقولي لا. يقول لك مش هتطلعي بره. انت رديكي تعملي كده في اختك؟ لا. انا عارف انت هتقولي لا بالظبط يا فندم. فانا بقى بالنيابه عني خدت قرار معايا ان انا اقعد حضرتك في الاوتيل على مسؤوليتي الشخصيه، ويعني لو اترفدت ما تقلقيش انا هاخدني على جنب وراضيني. بس اهم حاجه يا فندم احنا مش متجوزين، احنا سنجل. 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 حلوه الدنيا. خلصني. ايه ده؟ عدنا بنت اتزان ايه؟ عقل ايه؟ بس بس مش مهم يعني. هايله 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 اما جميعه. برافو برافو ادهم. برافو ايه يا عم انت؟ ده سكنها من غير ما ياخد منها بيانات شخصيه. يا مستر غلاب يا مستر غلاب، حضرتك المفروض تكون اكتر واحد فهمت انا عملت كده ليه؟ فهمت ايه؟ هو عمل كده عشان اتكلم جد. انت ادهم يا نهار ابيض. ادهم بيتغلك على عروسه؟ انا بحبك قوي يا ادهم. ميرسي جدا يا فندم، بس انا مش عامل زي حضرتك بقى واخد عموله والجو ده. لا احنا هنلقح على بعض يا ادهم. عيب عيب، ده انت ابن ناس ومتربي، هنلقح على بعض. حاضر يا فندم. مش قصدي مش قصدي غلاب. عرفت بقى اسمها ايه؟ عيب يا مستر فارس، انت موقف اسيل 7 سنين في الريسبشن. ده انا فخر غردقه. اسمها سلمى ومش متجوزه. سلمى؟ سلمى. مش متجوزه كمان؟ مش متجوزه. سلمى سلمى يا سلمى تعالي يلا، ده انت بجد تجنني. عايز اقول لك حاجه انا. تعالي يلا ما تخافيش اطمني. كلمة مزنوقة عندي. يلا تعالي يلا ده انت كتير. يا جماعة اسمع بقى. الله في كلمة مزنوقة في بقي. يلا 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 ادهم. معلش عايز اقول كلمة يا ادهم. سوري مستر غالب. لا اله الا الله. سوري فندم. اتفضل يا مستر غالب. اتفضل. كنت عايز اقول لك يعني انك انت اخذتك من اول نظرة. ايه يعني خلاص قلتها. يلا يلا يلا. سوري يا جماعة والله بندمج. انا اسف. صوتك حلو عامل ايه؟ خدتني من اول نظره. سلك لي السكه بقى. لا اسف ارفض ارفض انط على اي شغل زميل برنس معاك. يعني ايه مش فاهم؟ يعني مش هينفع ما دام هو اللي سكنها لك، هو اللي كمل المشروع. انا متفائل بيك قوي يا ادهم. يا فندم يعني ميرسي جدا على الاطراء الجميل، بس انا ليا وجهه نظر. النوع بتاع سلمى ده بيحب الراجل اللي واثق في نفسه، يخش هو يعمل كل حاجته، يعني عارف حضرتك كده ايه؟ من غير واسطه. في حاجه يا جماعه؟ اكمل ولا ايه؟ اكمل عادي؟ يعني من غير واسطه، من غير عارف كده، ما يبقى في حد في النص ما بينهم. الاحساس بيبقى تقول على البدله يا جماعه انا بكمل كلامي. فهو بيبقى ال سلمى يلا يلا يلا. ايه الفيلم ده؟ وريني كده. مش شايف انا كده مش هشوف. ما انا النضاره المعظمه دي ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ اجري هات لي سكينه حاميه بسرعه. ايه ده؟ هو حضرتك عرفت؟ عرفت ايه؟ والله انا اول مره اكل من اكل الجست، بس انا كنت جعان. بتاكل من اكل الجست؟ مش قصدك على كده، امال قصدك على 500 جنيه اللي خدتهم من الخزنه؟ وكمان سرقت 500 جنيه من الخزنه؟ ما هي كانت مفتوحه فانا كنت بقى. روح هات لي سكينه حاميه بسرعه، سكينه كبيره. حسك حلو. انا عايز سكينه. معايا مطوه. مطوه؟ ايوه. ماشي بمطوه في الاوتيل ليه؟ استنى بس. سيو. يا ده سلاح اخضر. هي دي المطوه بتاعتك؟ ايوه. ماشي. وماشي بيها ليه بقى؟ بيني وبينك الاوتيل مسكون. مسكون؟ ايوه. صوتك ما تعليش صوتك كده. وعرفت منين؟ انا هقول لك. وانا ماشي بلاقي الشجر بيتهز والبيبان بتفتح وتقفل لوحدها، لما باجي قدامه يفتح، امشي يقفل. حاضر. ربنا يشفيك يا ابو حمد. بص مخصوم منك شهر عشان الجست وعشان 500 جنيه. فرت ولا ولا؟ امشي امشي. مساء الخير يا فندم. تهيألي السكينة دي هتساعدك أكتر. شكرا. إيه ده؟ أنت بتقطعي الأكل حتت صغيرة؟
انت مالك انت؟ يعني اصلا لو ما مشيتش من قدامي دلوقتي انا هخلي المدير بتاعك يجي ويرفدك. لا انا ماليش مدير، انا مدير نفسي. نعم يا اخويا. فارس قنديل صاحب الاوتيل. وصاحب الاوتيل جايب لي السكينه بنفسه يعني؟ يعني انا ما بعملش كده مع اي حد عشان خاطرك انت بس. ميرسي. بس برضه لسه ما عرفتش انت ليه بتقطعي الاكل حتت صغيره؟ انا بحب اقطع كل حاجه في حياتي صغيره كده. مش معقول. انا كمان كده. ده غريبه قوي. لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا تحت أمرهم عشان يقولوا لي لازم تجهز في خمس دقائق. بعدين في الكهرباء اللي الكهرباء نهاري دي هالصبح. أدخل. إيه يا مولانا أنت لسه ما خلصتش؟ خلصت أهو يا سيدي. طب يلا يا مولانا، العريس والعروسة قربوا يخلصوا غدا. هو أنا هجوزهم ولا هجيب لهم الحلو؟ والله أنت اللي حلو يا مولانا، انجز بقى. إذا هو مبروك يا عم. عقدتك اتحلت خلاص. عقبال ما تتحل عقدتي انا كمان. ايه وتتجوز؟ وتديني تيبس. اهو النق ده اللي بيبوظ الجوازه كل مره. لا ما تقلقش يا مولانا، الموضوع المره دي ماشي زي السكينه في الحلاوه. متاكد؟ اي يو ار شور. عيب عليك يا مولانا، ده انا سعيد. عمري قلت لك حاجه وحصلت؟ ابدا. شفت بقى؟ يعني اكلم ام العيال اقول لها تجهز العشاء الليله دي. ايوه، خليها تستناك على العشاء، بس ما تحددش انهي ليله. الله ينور عليك، حلت المشكله. يلا يا مولانا بقى عايزين نفرح شوية. يلا. هو يوم بس يوم بس يوم. هو ايه؟ هو يوم بس يوم بس. خلاص يلا اتفضلوا قدام. يلا يا مولانا. انت ليه جاي الغردقة لوحدك؟ بابي مات من اسبوعين. البقاء لله. ما قدرتش اقعد في البيت لوحدي فجيت. طب ومامتك؟ الله يرحمها بقى، يعني ماتت وانا صغيرة، بس بوبي كان كل حياتي. I'm sorry. واضح كمان ان مالكيش اخوات، والا كان زمانه يبقى معاكي اخ او اخت، مش كده؟ ماليش، لا. عندي عم واحد فرح قوي بالميراث اللي بوبي سابهوله. انا بكره الناس اللي بتحب الفلوس، بكره الناس المادية، بكرههم. انت بتضحك كتير ليه؟ انت عيان ولا ايه؟ لا 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 لا، انا كويس، انا كويس. انا مش عايز ولا حاجة، بس ليه ما فكرتيش يعني ترتبطي او تتجوزي بعد ما بابا مات؟ هو مين اللي هيعوضني عنه؟ ها؟ مين؟ مين هيعوضني عنه؟ ما هقول لك، بس على فكره انت ممكن تقولي الجمله يعني بشكل تاني برضه، ممكن تقلبي بطريقه يعني. هو مين اللي هيعوضني عنه؟ اهو كده. انت؟ انا؟ ايوه. على فكره بقى، ممكن ربنا يكون جايبك الغردقه مخصوص عشان تقابليني. عارفه ليه؟ عشان ممكن نتجوز. تتجوزني؟ وبسرعة. ايوه بس انا، انت ما بتعرفش عني حاجة. لا بصي، انا عرفت كل اللي يهمني. بتقطعي اللحمة حتت صغيرة وبتزعقي كده وبتقلبي الحاجات يعني خلاص مش محتاج حاجة. ايوه بس انا ما اعرفش اي حاجة عنك. ساعتين زمن هتعرفي عني كل حاجة. بعد ما تعرفي كل حاجة نتجوز على طول. انا عمري ما شفت جوازة بالسرعة دي بصراحة. على فكرة عادي، احنا كده ممكن ندخل موسوعة جينيس، أسرع جوازة في العالم. موت بابا صعب. ساعتين زمن هتعرفي عني كل حاجة، بعد ما تعرفي كل حاجة نتجوز على طول. الو، ايوه فارس. انا فكرت في اللي انت قلت عليه ووافقت. لا بس في حاجات لازم نتفق عليها الاول. ما هو مش هينفع في التليفون. بص انا هقولك على المكان اللي احنا هنتقابل فيه. طيب بس البس بدلة الفرح بس وبسرعه. باي. لا في احلى. فريده، بحبك ما بتحبنيش، وانا من غيرك ما بعرفش اعيش، وحبك زي ما نعيش. ما نعيش ايه يا اخي؟ حرام عليك، ده انا كنت خلاص قربت اكل اي حاجه بتمشي قصادي.
فراخ البانيه اللي انت طلبتها. تسلم. بسم الله. لا حول ولا قوة الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. يا سعيد، يا سعيد، كل ده عشان ما رضيتش اجيب لك وجبة تانية على حسابي، مش كده يا عم؟ لا خلاص. الحركات دي بقيت متعود عليها منك من زمان. أمال إيه؟ حادثة أتوبيس المنيا. بالسياحة؟ أتوبيس مجانين. نعم؟ مش فاهم. شوية مجانين هربوا من عنبر الحياة الخطرة وهم بينقلوهم الفرع الجديد لمستشفى المجانين. هربوا إزاي؟ الأتوبيس عطل فجأة، صحوا الدكتور والتمرجي وخمسة منهم هربوا. ما جابوهمش حد دلوقتي؟ لا، لسه مطلوقين في الشوارع. بس يا ترستو يا رب، الحمد لله، الحمد لله إن ده حصل في المنيا ما حصلش هنا. الله أعلم. في ناس شافوا منهم اتنين راكبين أتوبيس البحر الأحمر، فالظاهر هيجوا كده هنا الغردقة يقضوا لهم يومين. هما جايين يقضوا ديوس، ما إيه اللي أنت بتقوله ده يا ابني؟ يعني يغيروا جو بدل المستشفيات اللي هم قاعدين فيها ديت. بقول لك يا سعيد، أنا مش عايز حد في الفندق يسمع الكلام ده، أنت فاهم؟ ليه؟ أوعى تكون أنت اللي هربتهم من المستشفى. هربتهم إيه يا عبيط أنت؟ أنا مش عايز أفضل أقول الكلام ده في الفندق ونعمل زعر وقلق ومش ناقصة أصلاً. طب ادعي كده ليه الصبح؟ لا ما فيش حاجة، أصل سعيد جايب لي فراخ وحشة جداً، يعني مش عارف، وأنا جعان جداً جداً. حتى بالأمارة سابها لك كلها. ثلاث ثواني. ثلاث ثواني لبقيتك قصادي يا سعيد هتشوف هعمل فيك ايه. مالك كلها فريده قامت نايل. ايه الشياكه دي؟ يا سلام يا واد يا فروسه، مقفوله ولا مفتوحه؟ مالي فرحان قوي كده؟ يمكن عشان فوري جت بقى واخد الفلوس. شكلي حلو انا بضحك؟ لا امسك نفسك. الو حبيبتي، والله لسه كنت في سيرتك مع نفسي دلوقتي. اصلك وحشتني قوي. وانت كمان وحشتني قوي. انا خمس دقايق وهكون عندك. ماشي، بس اوعى تتاخر. تعالي بس على الاوضه عشان عندك مفاجاه حلوه قوي. مفاجاه؟ لا طالما مفاجاه انا جاي حالا. باي. سيدي يا سيدي، ايه الشياكه دي كلها؟ ايه رايك يا غلاب؟ عريس بقى يعني؟ خلاص اقول مبروك وامن لي على المأذون من دلوقتي. لا اطمن، واخد خبر وفرحان اكتر منك. بس انت رايح لفين؟ انت رايح لسلمى، عايزين نتكلم في شويه ماديات كده. حلوه قوي، ما تبخلش عليها باي حاجه. انت مهما دفعت دلوقتي انت الكسبان بعدين. لا لا لا، انا حاسس ان انا هحبها، وبعدين الموضوع مش مكسب وخساره وماديات وكده. تصدق بالله نفس فلسفتي في الحياه، مسائل الماديه دي اخر حاجه افكر فيها. والله افتكرت كان في 3000 جنيه مصاريف نسائيه بس كده. لا بقول لك ايه، ده كده هتبوظ المود بتاعي. يلا بينا، يلا نروح لسنة ان شاء الله. اتفضل. 3000 جنيه ايه بقى؟ ايه كنت قاعد انت وادهم ورا المكتب بتتودودوا على ايه؟ لا معلش، دي اسرار رجاله ومحرج عليا، ما اقولهاش لجنس مخلوق. خساره خساره يا سعيد، وانا اللي كنت ناويه ادي لك تبس لاول مره في حياتك. قولي والله. لا خلاص بقى، انت مش عايز تقولي كنت مخبيين عليا ايه؟ اتوبيس عطل في المنيا وهرب منه خمس مجانين، اتنين منهم جايين هنا الغردقه. يا نهار ابيض، ايدك على التبس. تبس ايه؟ مين الاتنين المجانين دول؟ لما اعرف اقول لك، ويبقى لها حساب تاني. داري الورد، داري الورد، مش عايزين البت فريده تبص لنا في الجوازه. على قول سلمى طوالي. هي اللي نحسانه فعلا. هو مش ده مستر فارس؟ هو لابس كده ليه؟ هيكون ليه يعني؟ رايح يصطاد مثلا؟ انت عايز تقول ان هو هيتجوز الليله دي؟ عقبال ما تتجوزي انت كمان يا فريده. مين؟ ربنا هيشيل لك نصيبك، دي بنت حلال والف. هو هيتجوز مين؟ لما اعرف اقول لك، ويبقى لها حساب تاني. عرفتني ليه بحب الورد؟ لا ما هو باين من الرومانسية بتاعتك طبعا. الله، ملوش ريحة. هو انت كنت عايزة ورد بريحة؟ لا خالص، انا اصلا ريحة الورد بتعمل لي حساسية. مش معقول، انا زيك بالظبط، انا قلبي كان حاسس. بصي بقى يا سلمى، يظهر ان في حاجات كتير مشتركة بيني وبينك. تشرب ايه بقى؟ لا ما انا مش جاي الضايف، انا فهمت منك في التليفون ان انا جاي اتفق على تفاصيل الجواز. صح. طيب ها
عايزين ننزل بقى نشتري الشبكه. لا الشبكه دي هديه من العريس، انا ما اقدرش اختارها. ايه ده؟ بتتكلمي جد؟ طب على الاقل اديني رينج اتحرك فيه. لا انا ما اقدرش احدد ثمنها برضه، يعني دي هديه. لا 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 انت بجد انت ملاك، انت كنت فين من زمان؟ بس ملحوقه ملحوقه. خلاص كده؟ لا لسه فيه، لسه فيه المهر والمؤخر. المؤخر ده بقى انا مش هتكلم فيه خالص، انا اصلا ما اقدرش استغنى عنك، مش شايف حياتي من غيرك. انا مش هقدر على كده. طب والمهر؟ زيه زي الشبكه برضه ما اقدرش اتكلم فيهم يعني. سلمى انت كده بتحرجيني. لا انا كده بحبك. ايه 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 ده؟ مفيش حاجه. ايه يا بابا مالك؟ بصي خلي كلام الحب والحركات دي كلها بعد الجواز، بس بصي هنبقى حنينين شويه، يعني اهدى شويه كده. يلا بينا بقى، المأذون مستني. ماشي بس قبلها بس غمض عينك عشان عاملاك مفاجاه حلوه قوي. سلمى بقى سلمى، يعني بصي خلي الحاجات دي بعد الجواز هتبقى احلى. انا يعني انا مستعجل بس بعد الجواز. غمض عينك بقولك. حاضر. كده اللي انت واقفه في اللوبي فريش كده، احس ان هو عايز سوري في الناس، بس الباي شد عليا جدا. انت بصي عامله ازاي النهارده؟ يخرب بيتك. سوري هو ايه اللي حصل؟ كنسلت الحجز. ناسف والله، ما اقصد والله العظيم ما اقصد. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. حسن باشا فين صوره البنت اللي قلتي هتوريها لي؟ بنت ايه؟ دي مالك؟ مالك؟ ايه؟ متاكده انها هي دي اللي هربت من اتوبيس مستشفى المجانين؟ نعم. المفروض انت اللي هتاكد لي المعلومه دي. طلبنا صور من المستشفى جت مش مظبوطه، بعتنا نجيب صور تانية. صور تانية؟ دي على ما تجيب الصور التانية تكون عملت مصيبتين عندنا في الاوتيل. خلاص هتصرف، طلع لي بياناتها. يا فندم حضرتك موجود وانا اطلع بيانات؟ يا فندم انت بتختبرني. احنا هنناقش مع بعض البونبوني، بقول لك بياناتها. بيانات مين يا فندم؟ البنت دي. تصدق الفلتر حلو؟ فلتر. هفردك على بتاعه الفطير اللي انتوا شغالين عليه. اسف يا فندم. خلاص هو بس للاسف فعلا البنت دي ملهاش اي بيانات عندنا خالص، بس في حاجه انا ممكن اجيب لحضرتك ويلكم درينك عشان كل مره بتيجي ما بتشربش معانا حاجه. يا عدوي. عدوي مين انت؟ انت لسه هتنده. عايز اقول لك على حاجه، انت عارف ان ادهم مسجلها في الاوتيل من غير لا بطاقه ولا باسبور ولا حتى عربيه. اثنين. يبقى انت بقى اللي هربتها من مستشفى المجانين. هي مريضه نفسيه يا فندم. بتاخد كام على الراس يا ادهم؟ راس؟ والله باخد حاجه على الراس. اعترف. حاضر يا فندم. حاضر حضرتك، انا شفتها بنت حلوه ولوحدها، فقلت تنفع عروسه الفارس بيه مش اكتر والله. بس كمان عايز تجوزها الريس بتاعك؟ ايوه يا فندم عشان خاطر يورس. طب والنبي روح الحقها بسرعه قبل ما تتجوزه. طبعا لازم الحقها. حسن باشا منور الاوتيل كله والله، شكل حضرتك النهارده كده رايق وفرحان وسعيد كالعاده. انا حاسس ان حضرتك جاي النهارده تقضي ويك اند لطيف عندنا. عارف حضرتك راجل ذوق ومحترم واخلاق، وهتفتكرني بقول لك كده عشان اخد منك حاجه؟ لا انا عايز 200 جنيه تذكار امشي بيها مكان البطاقه. سعيد بطاقتي ضاعت. قول لي مبروك يا ولا، قول لي مبروك. والله العظيم خلاص النهارده فارس هيتجوز، وهستلم العموله ان شاء الله واسدد كل الديون اللي عليا. وقول له ماما معلش الاربع شهور بتاعت الجمعيه دول هدفعهم، انت عارف ربنا يخليك. بقول لك ايه، انا قلقان قلقان والله. يطلع لي اسمه زهدي ده يقول لي بقى انا عايز حق في الضرايب في الورث ولا النيله اللي بيعملها كل مره دي. سلامه سمير. شوف انت تقول زهدي تلاقيني قدامك على طول، ابن حلال مصفي غلاب. انا عايز حق الضرايب في الورث اللي انتوا ورثتوه. والله العظيم لسه جايب سيرتك بكل خير. يا سلام. انا عايزك تطمن، انت بس تتكل على الله دلوقتي تروح البيت. وان شاء الله اول ما فارس هيتجوز ويستلم الميراث. هدي قوي يا غلاب. غلاب اخر كلام عندي، انا عايز حق الضرايب في الورث اللي انتوا ورثتوه. تمام ولا مش تمام؟ ماذا والا هسجنك واسجنه. الله استاذ غلاب. نعم انت تاني في ايه في اليوم الاخبر ده؟ عايزك دقيقه. عايز ايه؟ اخلص قول لي. ايدك على التبس ولا زي كل مره؟ يا سعيد انت مش واخد مني 2 جنيه من قيمه اسبوعين؟ يا ساتر 2 جنيه من قيمه اسبوعين؟ دي انا تنتك يا اخي. عينك في عيني كده؟ انا كذاب؟ انا عمري شفت منك حاجه. اخلص يا سعيد، عايز مني ايه؟ اخلص. انا عرفت ان مستر فارس هيتجوز واحده مجنونه. لا 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 كذاب. بقول لك ايه، المهموس ده من فريده. فين فريده؟
شفت فريدة؟ الله يخرب بيت فريدة لبيت المهموز. سلام يا عم. يا عم خليك معانا، دي مجنون على خفيف. لا ربنا عينك يا غلاب بيه، انا عايز حق الضرايب ديليفري. سلام. لا يا راجل والله هتقطع فينا. يا ساتر ربنا غوره في داهية. ايه ده؟ يلا ايدك. انا سعيد. انا كنت عارف من الاول. عارف ايه؟ انا غلطان. ايه النجالين دول؟ انا عايش في مرستان هنا ولا ايه؟ اهم حاجه زفت زهدي ده غرف داهيه. شفت؟ شفت اخرة عمايلك؟ كنت فاكرني هسيبك تخوني مع صاحبتي واسكت؟ انت ما اتجوزتني ليه لو انت بتحبها؟ ولا اتجوزتني وبعد كده حبيتها؟ ولا ما حبيتهاش اصلا وكل ده عشان عينك زايغه؟ كنت فاكرني مش عارف؟ ولا مش فاكرك عارف ولا ما اعرفش احط نفسك مكاني؟ كنت هتعمل ايه لو خنتك مع اعز صحابك؟ اقل حاجه كنت قتلتني، وانا هدفعك الثمن، هخليك عبره لكل زوج ندل وخاين وعينه زايغه. ايوه يا فندم، وصلت سعادتك صوره البنت اللي بعتها على الواتساب؟ ايوه حضرتك بعتها. جمعه مباركه. ايه يا فندم؟ دي نونه صغيره، انا بتكلم على الكبيره اللي تحتيها. ايوه هي دي. متاكد حضرتك ان دي حلاوتهم؟ حلاوتهم؟ على فكرة اسمها سلمى عادي، يعني مش حلاوتهم خالص. مش وقت نفساني البنات، مش عايز مع نفس. طيب. يا فندم. لا يا فندم مش ليك لفريدة. خطبت مين يا فندم؟ وأنا عارف أنام. نركز في حلاوتهم. إيه؟ هي دي حضرتك اللي كلت قدام جوزها؟ وقطعته حتت صغيرة وعبيته في أكياس زبالة؟ يعني حضرتك الدكتور بتاعها قال لسعادتك ان مش دلوقتي، قال لسعادتك إن, ان 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 انها تعمل كده مع اي حد يطلبها للجواز. طيب يا فندم اقفل. فريده وقعت. عن اذنك يا فندم، عن اذنك. فريده، فريده، انا عملت اللي عليا. لا صغيرة عشان ما تبهدلش الدنيا دم. شفت انا خايفة على الاوتيل بتاعك ازاي؟ بسم الله الله اكبر. ايه ده؟ سلمى؟ صباح الخير. صباح الخير. واحنا اتجوزنا؟ احنا في صباحية. صباحية؟ وايه اللي في ايدك ده؟ مش انت طول عمرك نفسك في صباحية مختلفة؟ انا ما اقدرش ارفض لك طلب. بسم الله الله اكبر. ايه ده مجنون؟ هتعمل ايه؟ يا رب يا ساتر. والله وقعت يا حلاوتهم. دي سلمى. سلمى؟ سلمى يا سلامة، اسمها حلاوتهم وهربانة من مستشفى المجانين. أنا ما عملتش حاجة، هو اللي كان عايز يقتلني. امسكوها كويس. يا جودة. يا باشا. جايب الممرضين ولا العيال كبرت؟ اللي لقيتهم حضرتك. هنحاول نخليها تعترف على بقية المجانين اللي كانوا معاها في الاتوبيس. على الله بقى يا فندم، المجانين دول ما يطلعوش بنات. ايه؟ ما نفسكش في بنتين كده مجانين يجوا المنتجع هنا يا نمس؟ ها؟ لا طبعا ما نفسيش، انا بقيت بخاف من خيالي. بس الحمد لله احنا جينا في الوقت المناسب. لو كنا اتاخرنا كنا جينا لقيناك كل حاجه لوحديها. الحمد لله. بس دي كيوت قوي، انا ما كنتش متخيل انها كده. ايه؟ اتخدعت فيها؟ انا اللي اتخدعت فيك. انا هبطل الشغلانه بسببك. مفيش في الغردقه غيرك. ليه يا فندم؟ انا عملت ايه؟ انا اسف، انا تعبتك معايا الفتره اللي فاتت، بس متشكر جدا. لا شكر على واجب. جودت باشا خده. ثانيه واحده، ياخد مين؟ في حاجه غلط. غلط ليه؟ الساطور في ايدك وفي اوضه البنت، يعني شروع في قتل وتحرش. تحرش؟ مش كنت في اوضتها بتعملوا ايه؟ جلسه كهربا. يا فندم دي هي اللي كانت هتموتني، الساطور كان معاها وانا خدته منها. بقول لك ايه، أنا كنت فاكرك محترم فارس قنديل، طلعت للأسف حمد الوزير. لا 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 يا فندم، أنا مش جودت باشا. خد يا أستاذ حمدي. حمدي يا فندم. فندم اسمي فارس. شكرا يا سعيد. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير.
سعيد بقول لك ايه؟ انت متأكد الكرافتة العبيطة اللي انت ملبسها لي دي الناس مش بتضحك عليا كل شويه لما بيشوفوني بيها؟ عيب عليك، انا عمري قلت لك حاجه قبل كده وجلت. هو ده اللي قلقني. يعني انت متأكد دلوقتي لما اخش على فريده تشوف الكرافتة دي هتنبهر كده وتعجب بيا ونتجوز؟ طبعا البنات اللي زي فريده بتحب الشكل المطرقع لبس المجنون. بقول لك ايه؟ البس النضاره اللي انا جبتها لك. انت صح، هي اساسا مطرقعه واكيد تحب كمان الحاجات المطرقعه. ولا هبقى مطرقع سعيد. ها مطرقع سعيد؟ يا سلام بقى لو الشورت المشجر اللي انا جبته لك كمان يبقى طقم حكايه. لا الطرقعه مش الدرجه ده سعيد، بس انا حاسس ان مطرقع فعلا، بس مش شايف اي حاجه خالص يا سعيد. ها مش مهم تشوفها بعينيك، المهم تشوفها بقلبك باحساسك. اسالني انا. انت صح يا سعيد، مش مهم اشوفها بعينيا، المهم اشوفها باحساسي، اشوفها بقلبي وتحس ان انا مطرقع. انا بحبك يا سعيد، بحب فيك اللي انت ساعات كده ليك افكار بتبقى نيره يا سعيد. اه والله سعيد انت ما بتردش عليا ليه سعيد؟ ده انا هطرقع لك طرقعه يا سعيد، وانا غلطان اصلا لما انا البس دي. انا استاهل اللي يجرى لي يا سعيد فعلا. الحب بهدل. لا حول ولا قوه الا بالله، والله العظيم ما مصدق بقى فارس الشاب المهذب الجميل يترمي على برش الحجز من امبارح. كده متر ان هو من امبارح ما بيردش على موبايله. ازاي هيرد على الموبايل يعني هو في التخشيبه؟ يا عم انا مش عرفني رحت التخشيبه قبل كده. منها لله منها لله، والله ما بتنزل لي من زور فريده دي. مش هي اللي بلغت البوليس؟ ايه ده؟ مستر فارس جه؟ لا يا راجل. اه والله الحمد لله على السلامه يا فندم. يا اهلا يا اهلا، كفاره كفاره زينة الشباب، سجن الرجاله. ها عقبال العوده ان شاء الله. سعيد قصدي يعني الف الحمد لله على السلامه. تقول ايه؟ غلاب يا سبحان الله يا ادهم، الدنيا ضيقه، نفس الزنزانه كنت قاعد فيها، نفس لا ادوني زنزانه تانية على البحر. لا كذاب، اللي نط ده اسمه شريف وكان عايش معاه في الزنزانه كده. البت المجنونة دي ما رجعتش الاوتيل هنا تاني؟ هترجع ازاي بعد ما قبضوا عليها؟ يمكن هربت منهم. لا ما تخافش، حتى لو هربت من المستشفى مش هتقدر تهرب من هنا. ما تقلقش خالص مسيو فارس، المهم دلوقتي احنا هنطلع نستحمى عشان ريحتك اللي تقرف. ايه ده؟ ايه الاسلوب الغريب ده؟ لا عيب، عيب والله العظيم، في احترام اكتر من كده. يلا يا سيدي، اطلع استحمى عشان ما تعدناش، مش ناقصين قرف. هي البراغيث دي ايه اللي بيطلعها؟ لا سهل، انا هجيب لك امجد يحميك بالجاز ويمرشك بفرش السجاد، يلا امجد يلا استلم. ايه ده؟ انت غلاب؟ ايه شريف؟ شريف شريف يا امجد امجد يا امجد إيه؟ قوم رش يا ابني، قوم قرش يا حبيبي، قرش يا قرش يا عدو. بس انت بتخدرني يا حبيبي في ايه؟ الله قرش كويس قرش كويس قرش كويس. اه ايه في ايه؟ سقعه يا اخي، ما تخليني اعرف اكشف عليك. ايه ده شويه؟ انا بهرش، تكشف ايه؟ انت استحميت كم مره من ساعه ما خرجت؟ سبع مرات ولسه بتهرش؟ اصلك ما شفتش البراغيث اللي في الحجز، كل برغوت وبرغوت قد كده. بقول لك ايه، ممكن تبعد شويه؟ ابعد عني شويه لو سمحت. انت كده تعديت بمرض جلدي. مرض جلدي ازاي يعني؟ يعني جرب يا اخويا. جرب وبتقولها في وشي؟ يا مستر فارس انا الدك بتاعك، يعني لازم اصارحك بالحقيقه. تصارحني ايه؟ ده ناقص تقول لي ايامك في الدنيا معدوده. لا يا اخي يا اخي ما دخلناش في الغيبيات دي، دي بيد ربنا. انت مين بتعيش مين بتموت يا عم؟ وانت دكتور ولا شيخ؟ ما تكتب لي مرهم ولا اكتب لي اي حاجه. يا كوتش فارس انا ممكن اكتب لك المرهم وفعلا هيريحك لمده شهرين، لكن للاسف الجرب هيرجع لك تاني ومتفشي في مناطق عديده. فرحان قوي ليه يعني؟ اهرش لي. لا ابعد عني، لانك انت للاسف هتتسجن تاني. هتسجن ليه؟ هو انت جاي تعالجني ولا تسجنني؟ اسمعني بس يا مستر فارس، انت لو فلتت من قضيه البت المجنونه اللي كنت عاوز تقتلها مش هتفلت من قضيه الضرايب اللي ان شاء الله هتتسجن بسببها باذن الله. اطلع بره فارس، اطلع بره. والله العظيم ازعل منك، انت مش دكتور اصلا. اطلع عند اهل الدكتور بجد. وايه اللي انت لابسه ده؟ ايه ماله اللبس ده؟ لبس واحد مريض مش دكتور. ما تقولش كده يا عم، قوم. اخص عليك يا فارس، وانا اللي جاي اساعدك. طب نصيحه اخيره بقى، على فكره انت محتاج محامي يكون قلبه قوي وما بيخافش من العدوى. اطلع بره يا مريض. غور من وشك، غور من وشك، والله العظيم غور من وشك. مسيو شكرا يا عدوي يا عسل. ايه القرف ده؟ يالا في ايه؟ ايه القرف ده؟ لله الامر من قبل ومن بعد. راح على فين يا مولانا؟ على بيتنا، كفايه عطله لغايه كده. اديك يعني سيبنا اكمل المشوار ده لوحدي؟ انت كمان لم هدومك وتعالى معايا. لا 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 مش هيأس، لسه فاضل كتير قوي على مهله قنديل بيه. صاحبك مش هيعرف يلاقي عروسه في المهله دي. لا العروسه موجوده. مين؟ سلمى. سلمى المجنونه؟ الله، هو انت رامي ودنك معانا هذا على طول كده اهو؟ يلا روح شوف شغلك، يلا غرفه داهيه. انت فعلا هتجوزوا البنت المجنونه؟ وطي صوتك يا مولانا،
هم مش رجعوا البنت يجوا مستشفى المجانين؟ لا هيعالجوها هتبقى زي الفل. هتتعالج ازاي قبل المهله ما تخلص؟ لا ما هو هيتجوزها الاول وبعد كده يعالجها براحته. هيتجوزها ازاي وهي في المستشفى؟ لا انت مش فاهم، الوصيه مش بتقول ان العروسه لازم تبقى عاقله. يعني هي مجنونه وهو جربان، هجوزه ازاي وهو جربان؟ لا ما انا عامل حسابي عشان تعرف بس ان انا بحبك. جوانتي. جوانتي؟ طب ما تخلي الجوانتي ده يجوزهم وانا هستناك هنا. سلام على افكارك يا مولانا. يلا مولانا يلا ما تتعبنيش يلا حبيبي. لله الامر من قبل ومن بعد. عريس والله والله عريس. راح فين ده؟ اهو بس اللي لقيتك يا فارس والله. ايه ده؟ ايه اللي بيقع ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ انت شكلك اتربيت قوي. اوعى تقرب لي، الدكتور قال اني هقعد سنتين كده. سنتين؟ والله شكلك اتربيت بالعند فيا. يا عم انت عايز مني ايه؟ مش كفايه اللي حصل لي؟ شوف انا من اول ما شفتك حطيتك في دماغي، لكن والله صعبت عليا. ده انا كنت ناوي اروح لك القسم. وتجيب لي عيش وحلاوه. ها؟ لا كنت هجيب لك كشف الضرايب اللي عليك. يا عم مش غلاب قال لك انا ما ينفعش ادفع اللي عليا غير لما اتجوز الاول. هي في عروسه غدا تتجوزك؟ طب همتك معايا بقى، شوف لي واحده. ان شاء الله، وانا اشتغلت خطبه من بعد الدور. صدق انت تشبه الخطبه. صدق والله عندك حق. وبعدين ما المصلحه واحده. اه صحيح المصلحه واحده. شوف انا عندي عروسه ابوها كان عليه ضرايب، اول ما عرف ان عليه ضرايب فلسع مات، هي انتحرت. دي تجوزها فين بقى؟ في الاخره؟ لا ما هي محاوله انتحار فاشله، وباذن الله هتنجح على ايدك. يعني يوم ما تجيب لي عروسه تجيبها لي نص ميته؟ ما نعمل ايه، هي في عروسه هترضى بواحد جربان زيك. بس بقى يا عم اخي بقى كفايه. يا نهار اسود. ارش لي ارش لي ارش لك ايه؟ انا عايزك بيرش. اوعى تزعل عندي. لا يوجد، لا يوجد كل هذا الطعام، ولا يوجد الصنف الذي اريده. مسيو حضرتك بتدور على حاجه معينه؟ فعلا انا بدور على صنف من الطعام يشبهك كثيرا ولكنه حلو المذاق. شبه انا؟ اجل. ايه ايه؟ الخفاش، ولكن انت ليس لك اجنحه. خفاش ايه؟ اريد ان اكل خفاشا. خفاش ايه يا عم؟ كلام بيقولوا ده ايه؟ عايزيني على الغدا قال؟ يا عم انت هتتلكك، بعدين انت ليك نفس تاكل يعني بعد اللي حصل لنا ده؟ يا عم عايزين نرم بعد العلقه دي. يابا. ايه ده؟ هو احنا عندنا جست صيني في الاوتيل ولا ايه؟ من يومين يا عم. انت ايه نايم ولا ايه؟ انا اذا ما بقتش اعرف اي حاجه في الاوتيل ده. مستر غلاب أهلاً. افتكرتك كثيرا. اهلا مستر شانك. اهلا. ايه ده انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ مستر شانك من يوهان، مستثمر جاي فلوس جامده قوي، هيستثمر في مصر. اهلا وسهلا. اهلا بك يا سيدي. وحضرتك بقى قاعد معانا في الاوتيل قد ايه؟ ساخذ اسبوعا ومن الممكن ان امد اسبوعين. على الرحب والسعه مستر شانك. ثانك يو. اهلا بك. والان اترككم كي اكل. يا عم انا بني ادم والله مش خفاش. انت مجنون. الان طب ياكلني يا ام. بقول لك ايه، الراجل ده تمشيني، انا مش عايز اقعد في الاوتيل. امشيه يا عم، ده مفيش غير اتنين في الاوتيل وهو واحد منهم. يا نهار اسود. ايه ده؟